احنا كنا في مركز ايواء في مدرسة هارون الرشيد، فجانا الجيش واخذنا ولا من المدرسة طلعونا واحد واحد، وكان تحقيق اول شيء. بعدين بعد التحقيق اخذونا على ما في الشاحنات، هذا في الشاحنات هناك كلية عذاب، ضرب، سحل، بدون اكل بدون غذاء بدون اي شيء هناك. واحنا طبعا بعد يمكن اسبوعين انا من اخذ اعتقالي، في التهابات صارت في رجلي الشمال اليسار، طبعا صار فيها التهابات شديده، وقعدت 7 ايام انا بترجى فيه، ما رضوش يودوني على المستشفى. بعد 7 ايام رجلي لما انورمت صارت زرقاء زرقاء، جا اخذوني على المستشفى، وتم هناك قال لي هذا رجلك خلاص خربانه، تم بترها مباشره. بعد تقريبا قعدت 2 اسبوع، وقعدت كمان 2 اسبوع في المستشفى عندهم هناك. أنا كنت على سلك بيت حنون، كنا نلقط خضرة، إلا كنا نلقط خضرة إلا لقينا كنا قاعدين نلقط، إلا جبات اليهود كانت جاية من ورانا وغدرونا وطخوني 5 طلقات، وأبوي وعمي وكمان شابين شردوا، وأنا اللي ضليت، وقعدت هناك محبوس 14 يوم. كانوا تحقيق يحققوا معي، وكانوا يقولوا لي وين المقاومة، كيف المقاومة، مين فيكم عنكم، مين عنكم مقاومة، مين عنكم شرطة، مين عنكم حد بيعرف مكان الأسرة. قلت لهم ولا حد.